طيب لو هنتكلم، لو انا حزين وزعلان على فراق غالي، فراق حبيب، فراق اي حد كان جوه قلبي ليه مكانه كبيره، توصيني بالصبر ازاي؟ اتحلى بيه ازاي؟ هو اولا يعني خليني اتفق مع حضرتك ان انا مش هعرف اوصي حد بالصبر، لان انا الصبر درس لم اتعلمه بعد، ولكن فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. يمكن الكلام اللي انا اقوله ده ربنا ينفعني انا بيه. يعني انت كمان بتعاني في الصبر؟ طبعا. يعني في الفراق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الفراق استوى، ولكن عشان احنا بعيد عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فبالنسبة لنا الموضوع عادي، يعني ان نمر بأزمات، ده الكلام الحقيقي. اما الكلام العملي الدنيوي اللي احنا عايشينه، بما ان احنا بعيد الفراق بيوجعنا. اصعب شيء بيمر على الانسان الفراق. انا ليا صديق، يعني يمكن انا صديقه الوحيد، هو مشكلته في حياته ان هو يرفض انه يتعلق باي مخلوق كائنا من كان. عشان ايه؟ عشان الفراق. هو بيخشى من الم الفراق. هو والده توفاه الله وهو عنده 9 سنين، امه ماتت وهو عنده 12 سنه، هو وحيد، طلع للدنيا وحيد، شاف ان كل العلاقات اللي ممكن يمر بيها في حياته منتهيه، شاف ان الناس النهارده بتشوف بعضها ان هي في حياه بعض مراحل، شاف ان الناس خاينه، فبقول له مش كل الناس خاينه، قال لي لا كل الناس خاينه حتى ولو ما خانتش. بقول له ازاي؟ قال لي لما يكون حد يعرف ان انا بالنسبه له او هو بالنسبه لي حياتي، هو بالنسبه لي كياني، هو بالنسبه لي روحي، ويقرر ان هو يتخلى عني هو خاني، لان هو عارف ان هو لما يتخلى عني حياتي هتروح، فهضيع، فهموت، هي خيانه. وده حال المجتمع. الناس بقت تستهون علاقتها مع بعض، وتشوف ان احنا في حياه بعض فتره، فتلاقي الزوجه ممكن تطلب الطلاق لأتفه الاسباب، والزوج ممكن يطلق مراته لأتفه الاسباب، والصديق يتنازل عن صاحبه ببساطه، والاخ يبيع اخوه بسهوله، وبقينا في حياه بعض للاسف فترات. فالفراق هنوصي مين في الفراق بالصبر؟ طب لما نوصيه الاول ان هو يتمسك، نعلمه يتمسك الاول، ونعلمه ان احنا بنكمل ببعض. حقيقة احنا حياتنا ما بتكتملش الا ببعض. لما يتعلم ده ساعتها الفراق هيهون عليه، هيكون سهل الفراق. سهل، يعني هو لما يتعلم يتمسك الفراق هيبقى سهل، لان هو ما فرقوش، الروح دايما بتلازمه. ليا صديقي احمد الله يرحمه ويحسن اليه، توفى يوم 4/11/2018. كنت شايف علاقته بزوجته الله يرحمها انها علاقة عادية جدا. عشان زحمة الحياة هم متمسكين، يمكن ما بيقولوش لبعض كلام حلو، يمكن 4/11 اللي فات، من اسبوعين ثلاثة، كنا في الثانوية بتاعته الله يرحمه، وغسلنا مراته ودفناها. هي استحملت سنة، هي طول الوقت كانت بتقول انا هموت. هو لما بنفارق شخص عزيز الوصول اليه بيكون اقرب، بنروح له بسرعة، أرواح أصلا اتجمعت ببعض. حقيقي خدتني النقطة مهمة، فكرة إن لما حد نشوفه يقول أنا حاسس إن أنا عارفك، أنا حاسس إن أنا قعدت في المكان ده قبل كده، أنا نفس الأكل ده ونفس الناس دي شفتها. على فكرة مش أنا لوحدي بقول، كل الناس لقيت الموضوع ده عندهم. ده ناتج من إيه؟ ناتج من عالم الأرواح. يمكن ناس كتير بتجهل عالم الأرواح، ناس كتير تحولت إلى ماكينات حقيقية، ماكينات بشرية، وتناسوا أنه الله عز وجل لما خلق عالم الأجساد خلق قبله عالم الأرواح بألفي عام، وربنا عز وجل خلق سيدنا آدم ومسح على ظهره وأخرج من ظهره ذريته كلها، عشنا مع بعض، وبيحصل ما يسمى بالتقاء الأرواح. عشنا مع بعض، عشنا اللي احنا فيه ده؟ شفنا مع بعض وصارت حياة كاملة. عشان كده فعلا الشخص اللي بيهوى شخص من أول نظرة، أو الحب من أول نظرة، أنا لا أراه كذبة ولا خدعة، حب من أول نظرة حقيقة.
حياه. في ناس انت تشوفهم ممكن ما تحبهمش وبعد فتره ترتاح لهم، طباع، مواقف، اخلاق. لكن في ناس انت اول ما بتشوفهم بتتشد لهم، صح؟ اول ما تشوفهم وتقول ياه، يعني كل العمر اللي فات ده ضاع من قبل ما اعرفك. في ناس رؤيتهم راحه، مجرد رؤيتهم كده الواحد بيرتاح. يعني في مجال البيزنس عندنا ما ينفعش ندخل العواطف في الماليات. ليا شخص بتعامل معاه دايما بيؤخر علينا المستخلصات والمدينيات، بشوفه بحس ان هو اداني ملايين مجرد رؤيته، دي حقيقه، وبروح له وانا متضايق جدا وبمشي من عنده وانا مرضي، كانه هو اداني فلوس. هو ما بيعملش حاجه خالص، هو كل حكايه بيلمس روحك. في ناس بتجيد لمس روحك، انت لما تدخل بيتك وتلاقي مراتك مبتسمه لمست روحك، وانت خاطب وتشوف حبيبتك مبتسمه لمست روحك، انت اصلا وانت بتقدم لها عشان ضحكتها لمست روحك. احنا بنعيش في حياه بعض بنلمس ارواح بعض، ما ينفعش نكسر ارواح بعض. في وسط ما حضرتك بتقولي انت بتشوفي المشهد، في ناس بتشوفي المشهد الايجابي وبتشوفي المشهد السلبي. تخيلي انه من كرم ربنا ورحمته بينا انه اخفى عننا الغيب. يعني في ناس بتحاول جاهده ان هي تعلم الغيب، وبتحاول ان هي تروح للعرافين والمستبصرين وكل المنجمين الكاذبين عشان تعرف الغيب. انت متخيل ان انت ما غاب عنك ده لو انت عرفته هتعيش ألمه مرتين؟ ازاي؟ انت هتعيش ألم المصيبة وتعيش طول الألم لغاية ما توصل للمصيبة. يعني احد المشاهير كان بيتكلم وكان بيقول اصعب مرة، اصعب فترة عدت عليه في حياته لما زوجته رفعت عليه قضية الطلاق. طول الفترة دي كان هو عارف ان المحكمة هتحكم بالطلاق لان في اسباب، فطول الفترة دي هي الى حد ما تعتبر ملكه، تعتبر تخصه. طول الفترة دي الشهرين او الثلاثة او الاربعة اجراءات التقاضي ده هو عارف موعد موته وعارف موعد وجعه. يعني اذا لو انا عرفت اللي غاب عني هتوجع. في ناس بترى رؤى ان هي هتموت، والرؤى دي بتكون موجودة بس عشان تخليه ياخد باله، فهو يبقى سجين رؤيته وينظر في رؤيته ان السيء ده هو اللي هيحصل، وما يطمعش في الرحمن فيتعذب. ربنا عز وجل بيبعت لنا اشارات واحنا ما بنستغلهاش.